تحية عطرة من قلب الشرق لبنان لكل العالم. نحن اليوم بقرية بدر حسون البيئية، أهم معلم لصناعة الصابون والزيوت الطبيعية بالعالم. مننتج 1400 صنف من الصابون الطبيعي اللي خالي من المواد الكيميائية. أكيد ك 1400 صنف في عنا أصناف صابون زيت زيتون، إكلير الجبل، خزامة، زعفران. عنا أغلى صابونة بالعالم اللي فتنا فيها بجنس، واليوم عندنا مجموعة ملكية. هاي المجموعة الملكية هي مصنعة خصيصا للأمير محمد بن سلمان. هي هالمجموعة هي مجموعة للعناية بالرجل، فيها بصمة عطرية جدا مميزة لحلاقة الدقن، لعطر للجسم، شامبو طبيعي بتترك بصمة عطرية عند الإنسان وعند كل حدا بيشمها ما بينساها بحياته. نحن بنشكر كثير الشخص اللي هو زبون عنا بقرية بدر حسون من المملكة، كمان من السعودية، اللي حط الثقة بمختبرنا وحب يقدم هدية ما إلها مثيل. 6 شهور من البحوث بعد ما أخذنا الأوردر والتجارب لحتى يطلع معنا هالمجموعة الفريدة اللي هي عن جد مجموعة بتحول الحمام من روتين يومي لمتعة ولإثارة يومية. وبالمناسبة كمان كتير بيشرفنا نعرفكم عن الخلطة المميزة الجديدة اللي هي من زيت زيتون، إكليل الجبل، الزعتر وخشب الأرز. هيدي الصابونة انعملت بكل هالمكونات الطبيعية ومع شيء من الحب، انعملت لحتى تتقدم بحب للجيش اللبناني. جزء صغير من اللي عم يقدم لنا إياه من تضحية ووفاء، من أمن للبنان وللبنانيين. هيدي كرمال يتذكرونا كل ما يستعملوها. حبينا نقدم 70,000 صابونة لكل عنصر بالجيش اللبناني. منوجه لهم تحية من قرية بدر حسون.